بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكيب بقول لباطن إيه لبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. وحباب هاي استحباب سجود الشكر سجود دي مهنقة إن لا يماد إن لا تشعلي هاي أو السنة هاي عند حصول نعمة ظاهرة. نعمة يقلد إله موقتا مرك الله لو إدعضو عند حصول نعمة ظاهرة. نعمة موقتا آدم وأركا هيان أما ذو الدريم يسمرك آده شيك وقصوك رده إن أي سنة هاي سجود الشكر يقول لا تشعلي هاي أو اندفاع بلية ظاهرة أما مرك إله بلايا موقتا كادو القادو بلية ظاهرة. عن سعد وقاسم رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحولي خرجنا مع رسول الله رسول كلاب أن ربحنا صلى الله عليه وسلم من مكة مكة وكربحنا ونكرع عن صوبناها نريد المدينة نقوى مدينة مركز أجيدنا يعني مكة وكربحنا مدينة الله بنيني. فلما كنا قريبا مركز أهين كوى ودو من عزورة أميش اللي داهدو وميل ودو جحفة ودوه طريقة مدينة قصوة بحمر كمك الله سعوده أما مك اللقي مادة مدينة الله سعوده لنك بيدح بها الله يرليحان إياه ميقات كاي ريشام كحر مداني جحفة لورن شريبي ودو دهي عزورة حق مدينين حكتا. فلما كنا قريبا من عزورة ميش اللي داهدو الكا مركان ودو نهي نزل نبي قوادق عليه الصلاة والسلام قايد كسبو كدقي ثم رفع وفرطال كسب الدقات ثم رفع يديه قعميس من نبي قرء قاضي حق عركة فدع الله ساعات إلهي بإن نبره بري هاي وتوق هاي ثم خر ساجدا سجود بلد عيسو نبيك ثم خر واهو ساجدا سجود ثن دعامك عبار وذي نبيك قعمها إلهي قرء قتاقي أيها الدنا السجودي. فمكث في السجود وهي سجود وحكنا قاد صوبانه طويلا إن دير. ثم قام النبي واستاغي فرفع يديه ساعه مر لبعد بسجود كسو توسي هدانا قعمه بكر اتاغي الهي ببريي ثم خر ساجدا مر لبعد بنبي هوبتو سجودي فعله ثلاثا فلك اسغا صدح شير بنبي يلو كعشي. وقال وحنا يمركو دنبيس سجود كسو توسي اني سالت ربي ربي جيبان ويديستون بريي ربي جيبان توغي وشفعت لامتي أمضينا وانو إرجيو إن إرجدا أمضنا وإرجين لقى قبلنا ربي ويديستي فأعطاني إلهي وحيسي مركي كبدا بريان سجودي ثلث أمتي أمضي ثلث كينا مشفع قاض صدح ملود مل صدح دلول إن صدح واحد مكن لو تبي دلول عنو شفع قاض ربي قاقبلي. فقررت ساجدا لربي شكرا ربي جبان أهبطن سجودي أنا أمها النقهية. ثم رفعت رأسي مضحي قبان سوق هذا فسأل ربي لأمتي دعاء لأريد أركي سيما هدنا ربي بريي فأعطاني مر لبات ربي حويسي ثلث أمتي أمتي إذا صدح ملود مال بؤسي. فخررت ساجدا لربي شكرا ربي قبان سجودي سجود شكري أن أمها النقة هيو أدون من أن موشن أيو. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر قيبت أدن بيسنا إن أشفع قاضي أي مركاسي الله إسيي. فخررت ساجدا لربي سجود أدن بيسنا سداس إن يعني ربي أقوه بطي. روى أبو داود حديث أبو داود باورية ومن طريقه طريق سوحا كوري وكلي الضياء المقدس في المختارة. إذا وذاتك محقق وسط حسنتك حديثك وضعيف بولي واسك اختيار وذاتها قارك وضعيقبان لكنه هو شاسي وكو خلاف سيني هاي خلاف كنو رقا خلافين وجبوا لي هاي وجبوا لي هاي وسند كحديثك ضعيف كويه والله شيقا وداد وحاكوتي لي موسى بن يعقوب موسى بن يعقوب ابن عبد الله بن وهب الزمعي المطلبي ايا كوتشيره نينكا صول اسكو خلافين مختلف فيه حفاظ اسكو خلافين ثقاديس توثيق ليسيه تجريحيس. الامام ابن معين ملك لويدي حلوى ثقة ابو داود صاحب السنن وحديث كان وري ملك لويدي وحلوى صالح ابن المدينة سوى حلوى ضعيف ضعيف بويلي مرنا وحلوى منكر الحديث.
وحديثك كورشا إمامك عبد الرحمن المهدي اللي ورن شري مشايخ دورنا وعليه والرقعي وأننا يسيدا اسكو خلافين حفاد واوين حديث كي رجال الحديث لبو ذا العلوس ابن معين أبو داود ميل بين مرين المدينة ميل بين مري ومضى انت ذا كان وعيال عليهم ابن حبانا وتوثيقية رقع كالو راعي يحيى المعين يحور أبو داود بالراعي أضياء المقدس اللي في تركيسه حديث حقوص وصار مختار هذه سو حد مدين وحوشين رأي أبو داود حديث كونه سوغين هاي ولذلك الإمام النووي هل كان حديث موسى كحكم لكن كتاب كيس خلاصة الأحكام اللي يدا هذا وحوي رواه أبو داود بإسناد جيد رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه حديث أبو داود باوريه سند وناكسن بكور شاه أبو داود من ضعيف نيم أنت سخوك أبصري خلاصة الأحكام شرح المهذب كتابك مجمع التقانان وحديثك أدنى كسوع شيء وكذا هذا سجسوقر ومركز وحوجين لا نعلم ضعف أحد من رواته حديث كاني رجع وريي منك ما أقولين ضعيف يا هاي ولم يضعفه أبو داود أبو داود بصوص صاروا مؤسا ضعيفين فهو عنده حسن أبو داود حديثك تسوى حسن بور مروح له إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود مروح له بعدي إن أن روادك ورسائي رق الرجاش السنة كتشرة نين ضعيف أوسن كؤغين أبو داود نأوسن ضعيفين حديثكم مرك أبو داود تيسو حسن كيهاي رأيك أو نو الشيخي وحلق به الحافظ المناوي في كشف المناهج كتابك اللي إلى هذا رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث عامر بن سعد عن أبيه ولم يضعفه سدا سوجري أصون هلك أيوم مريا مرك رأيك رأيك مرك تضعيفك وننكاس كل سنة أيوه وذات كاسي شيخ يسول يحيى بن حسن بن عثمان وابن حبان توثيق أبو داود نكاء موسي حديث كسنة أوعز كذي واحد جرحيان أو سجن مجهول حالة وذات كوش شيخي أبو داود ما دام وطبقه يسأل الرئيس ابن حبان توثيق وسكا وسعوثيي ضياء المقدس باكون راعي وذا دهس نو كمذيع كون راعي مرك حديثكم عنها أي يا لقو ضعيف يا لكن إنك الربعين وتحسينيا وجه كاسو مريا حسن كأمر نو يا مريا أبو داود بعد مدائنه رون يا هاي ما دام حديثكم في فضائل الأعمال وكسب سيا وحاب مضن إلا براروتشيو إمام كأبو نو كتاب كسم شرح المهذب ك يا خلاصة الأحكام كأحاديث كان كحب بدن أيو باب كوكيان وكب اللاب حديث كان وودن بيسي أحاديث مركة كعضيت كحب بنا إنه كان أي أهي هذا عكس مركة ياتكم إنه تأليف في سهر ريي بعد عكس ارتأمة وكتب تقارك كهر ريي وحكم إذا حديث كي أبو بكر نفع من حارث وكوك أنا خلصت الأحكام كوك ياري وكه الله إنه حديث حسن أيه أبو داود إنه باب كبا كب الله أبي وحديث حب بدنا حديث كوحولي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو كفر حمركو وأركو سجود الشكر بولد عجري صلوات ربي وسلام عليه وحو كفر حمرك واركو سجود الشكر بولد عجري نين حدنا أذكر رفاسين يتبع لغوسو داي بلايا إلهي كاسي داي سجود الشكر نبكو هزيبا ربي كافة إذا واقع في مادي سجود الشكر المرضى ما يسترون وانا أكسن با إلهي كو كسيي لابي يدد كو دوانا بحان نقضي سجود الشكر مسلمين تبا قولي استي إذن سجود دا سواء مرق محوي وأبا الجد الشكر عند العرب والاعتراف بالنعمة والامتثال بالخدمة ليلة هذا إن اعترافته قرأته إلهي إنه أبا الإيا قلت كهو قلي دقا كيدين لقا أركو هذا دولي قال إسكتر هبلو أبا البنكو هيا واد إواناجي سي وربس الله مربو أنكو وناجي محاك حقا كي مري وإن أطلق قدها دوحون لقا أركو نن أبا الله قال سيدي وين أقول قنتو الاعتراف بالنعمة والامتثال بالخدمة أذو آمنوا اعتقاد إله سبحانه وتعالى إنه قلد يقعن كقولي يا هاي وبنان كتال لقانا يحيلو رقن كيدو أبا الكي أتقدو نبقى إلهي ببري دعا دي بلقا أقبالي إذن شو الشكر بولي يمد مركة نبقى هدو وحو كفر حق أركبا سجسورة ولد عشري حديث أبو داود باصو صار لبكون تضابق وتضابطني أفر كان هذا ضيسان بكهر ريا وبابك كب الله بابا وحكم إذا حديثه كان أبو داو نك الله يده هذا نو كتبت سكال وكو كان حديث براء بن عازب
حديثك عنك قيمها بضنا أولبا على شرط البخاري آه. بخاري أول كسور أوري في صحيح أكوري إنه كب الله باي آيد حديثك وحول آي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحود دري خالد بن وليد يا صحاب الله سعطوا درو يمن بو أدري قويس بلارناي وريها مدان لأورن تري بردين تو أغوي يرا وحمان هلا دقالمين الدعوة الجارسية هديدنا جيباننا خير هديد ديداننا يقول سوبر عشاء خالد بعيد كهو قامية دعاة ها وقال له تغي دين كبه الله قوي يري فلم يجيبه إنه قان سمن واد ديدين بل إنه سحاب الله دقال الله بيسكو ديين حاوه واز دفاع عن كتبنا واسو الله بتي مدينة يمادين براي ابن عازب بعيدا كالله سعود نبي قبو حكتوك النبي الله قويس كايدر تينتان دين كهو قوي يري كروا قوي يرينا لكي وان كري ويني هذا محن صمينا نبي وحوري قور سوغا وان كلو قاتي سيدنا علي بو علن اي بندير دو خري كولا بريها مدان عيدنك خالد لا سعود وحوري نينك ربا انو علي لا لابتو ولا لابن كرا نينك ربا وا اسك جوغي كرا لي سفر دير بات سوغا شين براي ابن عازب وحوري وحان عيدنك مر لباد نقضي علي الرعيب ان كجير ارلايغي ريها مدان دغناير مركو علي تغي oo kitaabkii dhanbaalka nabi maxamed uu soo qoray akhriyay oo dacwada diinka ugu yeeray rahmadoon dhan waa islaamay hal nin kama harin ali on soo laaban nin baa nabiga bishaarada loo keenay faras dheereeya la soo diray madina nabiga lagu bishaareeyay in rahmadaan islaamay fakhra lillahi saajida markii rahmadaan waa islaamay ayagoon la gumaadin ayay diinkii soo galay nabiga sujuud bula dhacay markaas wuxuu yiri allah السلام على همدان السلام على همدان والنبي صدق قول كعليي حديثك وحديث صحيح طبري يا بيهقي جماعه من اهل العلم ووريه الحافظ المنذري صحيح لي نو صحيح لي بيهقي بايده واصح على شرط البخاري اول كيس حديثك هرانتي سنه البخاري باب ووريه صحيح عيسى افركم صدق بقول افرتني سقال كفيرشه افركم صدق بقول افرتني سقال صحيح البخاري حديثك بيهقي مركو تعالى الحور وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه بخاري بوجهه صحيح على شرط حديث كاسا اوغو خوك بدن بابكا وحا كو يميد مركا طبري في تاريخ كذلك بيهقي في السنن وفي الشعب وفي المعرفه والرياني في مسنده وكوري حديث كاسو صحيح حديث بدن باجرتا سجود شكر مركا حديث كي مركا احاديث اوغو تبر درا انه بابكا كو كينا كغانا تاغو وملاحظه ملاحظة أن لا أقبل الكريم وهي إن هذه فانتين بنو ملاي حق الرقنك صحابة الرقن بيقول هاي سنة النبي كقاتين بيكون رقم الشيري سيدنا أبو بكر الصديق واتقرن إنسان أحاديث أثرته كان ونو كان خلاصة الأحكام في مهمات الأحكام سيدنا أبو بكر الصديق خلافة دي سمرك الله صو شيء قال دي ريب بني حنيفين يقوين مسلمين تنقوليستين مرتدين تلوك طلب بحين مسيلمة الكذاب الذي لي خر لله ساجدا شكر بالله إلى هذا سيدنا علي مركو خوارج للقاضي يوم النهروان لوك طلب حي تلمانت النبي بحي ننكي قعمها قابنا خربنا النبي تلمام وكدح هذه الرقة قوية خوارجتها ومدل هذين يقول لواي علي والبهار ويقول شو كو النبي شيء كو أنا هين بعد جماعتي يا مال فرقة ركض لما ذو خوارج يشو هوس ويا لابا كو أنا بالروج بربارة مرض ما سلك لقى سوب عمر كو أركني كو النبي قلت المام ركض دحيلا سو شكر بالله دعاء كعب بن مالك وقرنا يسنا حديث كديران وصوم التوبة ذا مرك الله شيء إلى أنه كتب ذا قبل معزم أي خر لله سج وطريقة المسلمين والصحابة سنة ثابتة وهي سنة ثابتة النبي محمد كسوغن صحابة كسوغن markii ilaahay dib ka qaado ama dheef banaanka taa ku soo korodo mahadnaq iyo adoonima laga raba sujud shukr waan isla garnaa ila xukumkeeduna waa sunna eh waajib ma aha bab fadl qiyam al-layl inta ana ka tagin looma shardiyo weeso looma shardiyo looma shardiyo qiblada in la qaabilo suuq birtingis adoon maray yaa leh hebelo dhagta afka lagu saaray he gabadhii wiil bay umushay qacbaad ka siinaysa wadaad ku muwaalan yahay إذن كوالان ده ثم رفع يديه قال بعد ذلك عن كربة دوم كل أيام يعني شيء شيء واحد كوا كواس
weyse looma shardiyo way fiicanta inaad weyse qabto laakiin hadday hawshu lagugu bishaareeyo in weyse qabin waa iska sujuudi bitifaaq muslimi qiblada inaad qaabishana laazim ma aha baribaad u sujuudi xaggaad u sujuudi meesha wajigaad u aadan yahay kugu qabaataad ka sii daynaysaa fainama tuwallu fathama wajhu llahi wey labadaa midna looma shardiyo taa ogaada maxaa la akhrina waad mahadnaqi رفع يدي وان قاري دونا أبا محمد باب قولي أيمن دونا كتاب الدعوات بانكو قاينا إن شاء الله اسكسو مروا البدو عيسان يسو إنا تقعمها كورو قادة ومن السنن ومن السنن حلي قادة قاري دونا إن شاء الله وحي خلافة كجرة مثل هذا باب فضل قيام الليل وحو بابي هاي فضل كجرة قيام الليل كا. يعني قيام الليل يا صلاة الليل له وين صوم الرويح اللي قوضو قيام الليل وهبينك مركات صحة تكذب وحي الصلاة تكتال ليلة صوك على قيام الليل القيام من النوم ثم الصلاة في الليل قال الله تبارك وتعالى ومن الليل هبينك بركين نبي محمد فتهجد كسو جيد أو كوردي أو إلهي كبري به بالقرآن ومن الليل بعض الليل هبينك بركي بدنك انت ربك وافتيو فتهجد بهجودك وترك النوم hurdada ka tagtaa la taajudku waa hurdada ka tagto wujudka ba la yiraahdaa labtakeeda la yiraahdaa hurdada la yiraahdaa wa min al-layli habeenka badhkii nabi allahu fatahajjad ku soo jeed oo ku tuko bihi bil qur'ani naafilatan laka asagoo dheerad ku ah taajudka iyo qiyaamul laylka adigu daraja lagu korinay dambi lagu dhaafi maayo naafilatan laka wi inagu laakiin wixii salaad iyo khayr la nimaadno ilaahay dambi uu inagu dhaafaa dacwaadkeenu ku aqbala awraadkeenu ku astura marka hawluhu isku toosan yihiin waa lagu dalacsiin laakiin nabi maxamed qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wama ta'akhar marada sidaa tahay salaatul laylkiisu waa ziyada fi xasanaatihi ee dhanbikiisa lagu dhaafi maayo naafilata laka ay ziyada laka calaa darajaatika wamansilaatika loo jeeda casaa an yabcathaka rabbuka maqaaman maxmuuda rabbigaa wuxuu mudan yahay inuu kaa soo saaro maalinka qiyaamo goob iyo meel la mahadsho maqaam la mahadsho oo maqaam shabaac al-cudma loo jeedo garanaysa idan waa nabi maxamed aayadan iyo axaadiis ku timid isu nabigu uu laazim jiray marka la eego jamaaca min as-salaf iyo culimo fara badan oo saxaabiya taabiciin iyo fuqahaba la waxay leeyihiin tahajudku ama qiyaamul leylka suubanu waajib uu ku ahaa amarka sariixa meesha yaalla wamin al-layli fatahajjad bih qum al-layla ilaa qay nisfa aw unqis minhu qaliilan aw zid calayhi awaamir baa nabiga la saaray weligiina kama tegin haddaan xanuun iyo marad uusan dhaafin hadday hurdo la tagto ama xanuunsadana barqinkii uu qadayn jiray waa inaga soo maray suubanu salaadihiisa sunnada ah wuxuu ilaali jiray siduu u dhowray u ilaaliyo waajibaadkiisa faraadishiisa shaaficiyuna sidaasay qabaan waana khasaaista nabiga yidhaahdaan wamin khasaais rasuul ummadda inteeda kale tahajudku witirku sunna u yahay ama suubanuhu tahajudku waajib ku ahaa adilada macnahaasi loo xuskaday ma sahlano khasaaistiisi wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi markuu ammaanay dadkii ilaahay kitaabkiisa rumeeyey ee qur-aanka aamine ee ku dhaqma tatajaafa junuubum can ilmadaajici dhinacyadooda ka fogadoo ka dheeraada gogosha iyo meelaha la seexdo wa yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wamima razaqnahum yunfiquuna waad garanaysaan aayadda wa qaala tacaala kanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun kanuu waxay ahan yahjacuuna kuwii seexda qaliilan min alleyl sidaasay aayaddu iskugu xidhantaa tafaasiir badan baa ku jiree maadu inay salatahay naafiye ahayn masdariyana ahayn ayaa macna ahaan ku quruxsan wayahjacuuna khabarkii kanuu baad ka dhigi inta dambarooda ku tacaaluj kanuu waxay ahayn muslimiinta wanaagsan ee ilaahay meel wacan u geeyey maa yahjacuuna cafwan kanuu waxay ahayn qaliilan min alleyli yahjacuun yahjacuuna kuwa seexday ahaayeen qaliilan min alleyl wax yaro ma habeenkii ka mida yacni inta badan way soo jeedi jireen wey niska horay xoogu seexdaan niska dambe waa soo jeedaan
هدي فيدكي عشان أو بلسوتشي هداد ميلها يصدح ساعة سياحته أما أفر ساعة سياحته سديد ثاعية سقال سعنا سوك عالو هبينك بدنك يهد وتوجد هبينك بدنك وتوجد لا بس عم صدح سابت كشفته سيدا سيئها يوي وبلا سحرهم يستغفرون إذن آيادها القرآن كا وحيو المسلمين تكو عرابين أيان فضلق أولي قيام الليل حديث بضان باكو تيميت لبا أدون نبي وحور إله سبحانه وتعالى والله يابا لبا أدون إله والله يابا وأبقى وحي سمين أيان أدون انتو دولو عيد المسلمين وقال كود دولي راعي عيدا كيسا أي تبانو عرري كد من أورك عيدا كسير دهاية كعب صداسك وإنو عرره قال هذا كله بتفود الجليه إلى الذي له شهيد دون كاس إله وأبقى والله يابا عيدن كتلك عرر والله شبي كل جاينا تسمى تعوتر على الله هنا ما أنت قال كعررينن شهادة دون هيا الصم قيقده أو الدجال أنت أول جدله إله آد بوش عليها دون كله بات وحوي حلي قدت كشيفان إنك إله درت أصوك عاصو عذابك ربي يكبقي خير يتشنان الرادني إيتو كذا قيام الليل كا حديث قالوا حسن وحاكوي مت مالك بنك قيام الله سكوك مسلمين تلا سكوك كانوا أو لصورة فسرات كا أو مؤمنين تبنا أنك لسوتور أنت وري شنا الله فسعين الجلا يا ملك هذا واقع يا ما يمقل إذا ها ما أنت إلهي تضبو كرامين دونا ما أنت تضبو ربي شرف دونا قدرين دونا وأنو أجان دون تان أنقل كلا وذا تاجها يا مركز إلهي وحورنا ملك مرة وحورنا يا وحام ما أنت إلهي شرفها يا وكرامين يا دتك هبينك وحي ركس يا حنشري كاسي مر مهيا وبحيا سي أوتوماتيك وبحيا قريب يستاجها يا صحابي مركب حور النبي وحور فكانوا أقل من القليل إن يروا مسلمين تكمل النقرية تتكاسى سجون الله كرامين يا مرك قيام الليل كابين دود وأنا قد قال لا يي هل قد دالو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي نبي حاس عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل هبين كم نبي استاج جرو تكن شري حتى تتفطر إلى دل دل عضوي بررته قدمه أدميه سلوي سبر كيسنا أي برن استاج ديرا يا جروري شيري مركز ديك يا بر باقلي يا لقطه مكي برتان هذا ويتشر يا دل اللعبه يا ليس فقلت له نبي حانكوري لما تصنع هذا نبي الله سيدا محاط فقول لي يا رسول الله رسولك الهي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ايضا لغورنا في الذنب هذا كي هوري كي ذنبيبه هو يدين كل قد ما ومضى بطن كي وحي امن سنتاي روح تطرت الدلاليه وعباده بطن كوضا وقرآن أخرس فربضان سمعين إياه وروح أمال الدرجة لغو كرديو أما دنبها لغو دافو أما النار أتكبت بادت روحاس روحا مآل كيس كور قبين إيا آياتين كيس إن أغين ماشو كبه خامد دونو إيا وحو من دون أن كور قبين با آد أدى دالو وشنا الرادية نارنا كعرر نبي الله أدوه بلغوش يغي هوش هذا واسكبو أنسان تهاي محابس كل بيتري أو إذن عايشو waxa ka maqan dadka badankiina ka maqan kaliyad ma aha marka ka maqana oo nabigu ku baraarujiyay asbaab badan ba keenta adoonku inuu ilaahay si fiican u caabudo ma aha kaliya daraj janna galideed in la raadiyo ama naarka cararkeed adoma ilaahay wuxuu u caabudan mahabbatan lahu ta'ala rabbi ta'alihim bay u caabudayaan ayagoon khawf iyo ciqaab naar minna eegin نبي وحي الله عابد يا شكرا هدي ادي قال لو يري وحا دنبي غاد هورا لو دافكي دبنا وا لو دافاي امه دونا الله وفضل بدن وحي بشر ابن ادنا لواء الحمد لله لو سين امه دادا او ارغين دونا او واحد لو بغاتي ها وا سوغ هي اسك فريس او شما انا بن الله شما هي كرامين ربي كو كرامي انك كابال غد الربا انك كابال غدو ود إلهي سبحانه وتعالى أمها النقض ود أدونا من موجيسو يالا دونيا نبي وحولي أفع عرس أجواب قال وحولي انت بحرد عضو دنبك يهور يكيد دنب هل رافي أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون موانا النقونين ونمضينا النقض عبدا أدون شكور إلهي أمها النقض إلهي أبال كيسة ويقول إن عمين كيسة كأبال قدة مها النقبضا متفق عليه
شكرك هو محي شكرك وإن أبالك لغوك علي فل أتكون موجزو فل أتكون موجزو. إذن عبادة وعبادة الشكر والنبي قل الله إيماني دم بداف من دور هذين يماها إيوام حي إلهي أنه قلد يا أبالك وقال نعمين كي سكب تابع القدور الربا. وعن المغيرة بن شعبة نحوه با كسوغن أصغن مغير بن شعبة عائشة ضهينا مغير بن شعبة ناو حاكسوغن لقور يا نحوه نحو حديث عائش حديث كعائش حديث لم يذا متفق أصغن. إذن سيدا سوي سمايد رقن كاوي قبان أمن كويلين سؤال شو إذن عائشة أي ودي سي أوكل ويتون كاوا كجرا سمايد هذي أركانين عمره كن نغنها يو كعبة ما كنت أوي هي أو ما أنتوا الضوافة يو قرآن آخرهم هي الله كان دم بيقول قلي وينا بيقولي كان دم بيقول قلي وينا طان كاوي وهلي قلي رمدوا على كل شيء هاي دباش ركون فرد أنت يسوي حجية بمرك كعبة دي ما دين بآد وقبر رتيون الضوافة ونفط كبح أيقون الدين قريح بيده وهاي رمدوا يقلي في كيسه وهاي وربي لو محاين وده عيب وركي كله رجوا واقف وده هي برون أنا محاين هلاي أنا مديك سلام من قلبي كون ضد بيصوب بيير وحي سمين بيسوق هيري أنا بسلام بين الله هنا وقلب سلام تصوم على ده وحوله وحوي عباده وحموده هيا وحمص كترتر هيا وبلاي وسوق رب ذي كلية إن لورنا في الرهدين هيون عباده يستو ورب الجود ك يا إلهي تعال كيسة أي وحول بك خير بدر إذا لك جماعة من السحورين جرين حتى هذا عذاب النار تشري لهي إلهي وينين أن وينين أن يتعيلنا تعيلنا ربي وعابد لهي يعني معاني بضم برب الله عابد هو. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه نبي محمد باكسه قوري طرق وهبين نماء الغوي ماته أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة ليلة فاطمة يا سيدنا علي أقول ودجوا النبي هبين ما قصوا قوري فقال وحور ألا تصلي يعني علي يا فاطم يدين تكني ما تكتان حلقات شفتان وام حي متفق علي حديث قد قرنا سوان سوم مري مركز سيدنا علي نبي الله نفطا يو إلهي قعن سيكو جرتاي مركز ربنا وافجيا نصوك عينا نبي قد توقع سيدس كالله بطي سوق عميسا قرعا يبودي وكان الإنسان أكثر شيء جدل آيات آخرين هاي روش الإمام كشيخ عفوا طرقه أتاه ليلة إمام كشيخ قبس الحديث كمحل شيء كوك صو قبس إنه النبي جو قبل دي سي إن أذيرك أوية صدق جي أو حد كل لقح شون شري وهبين أن لود دقائق شرين النبي هبين النبي كوك جوري أو التوزع أو تكذا محايد كل عاي حلي قاد جفتان وام محاي يعني ماشي النبي كتشوك صلاة الليل يقيام الليل بحديث قطوسة هي وحلي هبين النبي يقدا برادم كلام الله ديهم بقى سكبة دمرك قبر ده هذا يوداد كيدو الله شيفا الباب كوك قرع وتوصل محدود كان لا أذيهين هوش اللي يقول ديرن هيو هو سالن ما هوي مع الإساس وشيخ وحديثك أوكيان صدي أنت دمرها دو سكب قوي وحبك ما خصي بابك طرقه هو معن هذا أتاه الليلة هبي نمو أيمد أو قصو قوري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فحاكله مركة كجرة إن سنن كأي خيرات كواوي dadka adiga ku xiga ama ahalkaada xidid iyo xigaalaba ay wanaagsan tahay in la amro oo loo sheego haday xaqi markaad u sheegto ku baraarujis sir dharajiyana lama sidaba istaago wariin ka dhaqaaqi mahay nafti in ilaahay gacanta ku jirto waan ogahay toos toos nabiga ma sidhi baraarujin baa kugu filan ruux aad u sidar reejiyo iskaga tag amar bil-ma'ruf baa sidaa iska aba سيدنا علي أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة يا ليدي نبان حمانكو أركي كره بوري وان كره بوري ودين واي فرح كقاد بوري مركات كو أرك تبا ورسك داده هدو دين وادسي وضع أما هذا القوة هذا هو جواب هذا هو كل علين المحايا مركات دمان نفط وضع أرك برسان ريسا حقوق حظ النفس باكو قلاهي إلهي با نسود دعي بلود بان الله تكتب وداد ونود دعاك وهاينا باش فرح كقا مركز دم الدقال عليه سوى مر ما يسمى مران كادم بخير معها سي هذا اللي وقوسه علنا يا نشي خوين بابا تاي بو شيطان كان عاد عنا يا مركز رواد في عنا يا مركز الانتصار للنفس بمشي كجر اسكاكتك برحمة ديدي روح خير كوشك وانا قفر كان رقاق
dad awood markaa leedahay wax ka qabo عن سعيد بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حور نعم الرجل نعم الرجل عبد الله نبا عبد الله وناقص نبا وناقص عبد الله بن نمك وناقص عبد الله بن عمر وياد لو كان يصلي من الليل هدوها بينك تكن لها ولا عبد الله بن عمر ونن رجال درع أبو النبي عليه الصلاة والسلام هدو قدر لها صلاة الليل وتكذو قال سالم وحوري ود عبد الله ويقول كدلايا عرض سنه وجعلا فكان عبد الله اباه وحوها بعد ذلك انت وحكدن بين النبي وهو سدا كيري لا ينام من الليل الا قليلا هبينك موسى سيحنجر وحير مويه هبينك موسى كسيحنجر وحير مويه هبينك موسى وحير مويه كسيحنجر وانت كلي قيام الليل ساتل البو كجري متفق عليه حديث قصه لي في صحيح البخاري قصه خطر وحديث كلي هاي عبد الله بن كشكي بن عمر وحويلي حلي النبي عليه الصلاه والسلام مدينه جوغي مسلمين الدين كو عصبايين نين والبريه وناكسن او اركو نبي او شيغ جيري صلاه الفجر ما كان تكنو مركاسو نبي او فسري جيري او ريده او عبري جيري waxay tahay u sheegi jiray sahaba banbariyo yu wanaagsan ku riyooday oo nabigu u fasiray waxaan jecelaystay buuray aniguna inaan riya arko نبغو اي فسرو باشي بان كخغو ان مدة هاوين كي دامبه ايان ريوداي بو خان كو ريوداي انو جيفايا وخان كو ريوداي ان لبا ملغ اي يماده غربها اي قبته ورغدي ودان نارتا وي سي قادت سي اي ودين بين نارتي دول استاجيه او عيل دهر اد مودو ودان غرم هين اي كو جيران اي ان انا غرين نيمبا لغا بوخ أنا أرجح سؤال قربي كوكو طورة هايان يا ملك على سوء أرضي مقاس ور سيدايا سيدايا ضدك أصغر لو طلق على إمه وذاتك كان حنا كان لاحظة مقاس سيدايا بول وان براروي رياضة سعيد نبتي نيرو دال يران وانا هم ولي قرص نبن مسعيد كان نبي أنا سيحن شري حلي قا يدا يلا قاضي هي إلا لا هذا جهنم الملك الإله كوبت بادي ولا شيء حفصة أنت أن أتقاري من خريضة أصلا أركي نبي قال وان كحشون بل يغش نبي قال حفصة أشيك تريدي نبي قال عبار بو أمسنا مركز وسيدين يدي حديث كانوا يدي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ريال ريوضي بو نبي كأركها يا إن عبد الله يسون كفي عنين صلاة الليل معايا لي نبغو أرك عبد الله صلى الله عليه فرائشة ميل بوسارة فرض هدو كتغانا نار تلقين لها ملك أمسو قرمدين ورك الله عمده لكن وحا كيني إنو نار كل دواده الله تصو وحيو قابس كلو كجري حق السننك سنوين كنار لقا قبت بدانا وحا وعلوس هي قيام الليل نبغو مرك هالكاسو عبد الله كعنانتي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله يمحو جواب ما نكا وحي كدم بي سان قربها لو قبا نار لو تسن ها هبينك وحي ربك سيحان جري قصه داس وحديثك ولي في صحيح البخاري مركا لا سعوده متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله وفي روايه يا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص لا تكن مثل فلان هيب لو كلها نقن هبلو كلها النقن وحلوا الصوري للستري مسلمين تأصل وحاوي هذي خل دمان خلاضات كذا والله أسطر الله ما شيء الله ما عيبي الله ما فعشره اللهم إنه مجاهر بالمعاصي يا موي نبي الله هبل محب إيه كان يقوم الليل هبين كبو تكنشري فترك قيام الليل سلا هبين كبو كتجي قيام الليل متفق عليه إذن لبع عبد الله نوال بمكون نبيه سيدا كويري صحابة أو قيام ليل بدن بي آية وعن مسعود رضي الله تعالى عنه إذن حديثك وحكو جراء إن لسكو قنصنا يريح المسلم كأنه قد تقو قيام الليل سو واجب وكوكو آهين هدنا وشيء تصحى إيمان كذي وناك هذا وحلق إله سبحانه وتعالى اللقوة يريحي الله بريا الله توقو وحلق فيلاشا كوكو أتكاد إله اللو قد بيو وحلق الدعاء الله أقبله ساعة الإجابة كجرت لما فضيسته
ساعة الإجابة حالا أن سمر إنه جمعة كجرتي مثل مدى يا هبين كنس كدمر كجرت آد مرك وإن لو قد دارون لفضي سنين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي نبي أكتيس وحالو الشيغي رجل بالله الشيغي ونام مسيح ذي الليلة نبين رن حتى أصبح إلى واقو أبري قبل كدع سوء سيح ذي بأخورنا يواقو أبري. قال سبحانه وحول ذاك أنك هذا الشيغي إسان رجل ويبال الشيطان وشيطان كوكاجي في أدري لك وكاكاجي وأنين دقيه سوء شيطان كاد كبع الشيء من هو شيطان كوكاجي باك عكرة. أو قال أما النبي وحول يدي في أدري لك تيسو كوكاجي متفق عليه مع ظاهر كحديثك اللي قصة عنيا هو حقيقة إنك أن أركيدين موين مركي هردود إن الله تكتئي العاوة ننخورني صلاة وإنك تكتو لقاها وحان لك عوين كاذبا إنك بحث في دمرك وكاذبا بالوعد كيسان كرين شيطان إبليس وكاكي أدور كي بچوك إنكم بان أركيدين موين هوشوها حقيقة وليو حيدا وحان لقوة ذا شيطان كأدكت وحوكا أخنها كعين هاين دير باكورد من إسكار نصو واتوك تواجب كمحا جماعة من السلف ابن معين كمدو عفوا ابن عيينة كمدو حورنجري حديث كان وحوخ سيا روح فرائشة كتاقة وأن سوؤجي في ساسو حي دافتي بول سوؤجي في مخرب كي عشي بار دافي لكن نين وصنون راي دافتي فرد دافي سي لما أوران كرور الشيطان بدأ كهكا جمعية إلى شيء مستحب كسنة كتقيد يسو وعيد كمدا شو شيطان بدأ كهكا جنها دوحك عرص ما بتجربه جماعة من السلف ساسي ورنشرين لكن ظاهر كوحوي إنك قيام لك كتقين وسوق لها يا أما حقيقة الغفة سيرو أما معنى شيطان كصلاة لك عصلين أيو وسواس كوا أخرنا أيو عليس إيا ثقل كاسار إنا صلاة ويستاكتو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان شيطان وحو قنتيا وحو حريا على قافية رأس أحدكم متكين مدحي سمى حاس شيغدي سقلات كدمب قدارتا دمب تماه كويا ألا أي قنت ما كحرايا وشيطان يعقد الشيطان شيطان وحو قنتيا محريا على قافية رأس أحدكم متكين مدحي سمى حاس شيغدي سقلات كدمب أي قنتيا محريا إذا هو نامك الروح السيحد قنتيا محقنتيا نبي الله ثلاثة عقد صدح محرحيا الكاتم بي أما تماله هو أما هرهاني سو كوتوبة شيطان سقايقان سو كوتوبة سقايقان ألقى سو كاقد جنة صدح يضرب حقود فنيا على كل عقدة حرمكستا حقود فنيا عليك الليل طويل دوش هذا هبين دير باه وقت دير با دماني فرقد فردد سيوت سكتشيف بكوليه تيم برو كدو فنية وقنتي موري بكو دفتي اما شامبط اما استام بحا يورين جلتيه استام كم حاكو قران عليك الليل طويل هبين دير با كوهيه سكتشيف مدوية سعادة فيرن مرك مكت سعادة صالي هذا هلي سكسي يرشيف اضوه اسلق منتا لكي وحدو شقيني سا اسكري بضوطه نيكي شيطانة اي بي بضوطه اسمه أجد أصعد فيري وهاولي يسي عليك ليل طويل فرق. فإن استيقظ الروح مسلم كدوب برارقه فذكر الله إلهي أوحس سبحانه وتعالى وأذكرت مرك الله قع هردد الله آخره الحمد لله أحياني بعدما أماتني وإليه النشور إيو آيديه الآخرية تشري هذا آخره إن حلت وحافر ميسا عقدة هل قنتم بافني نيس صدح لي قنتم وكحري توبني وكوكو دفتي توبين بافر معايا وقضى. فان توضا روح المسلم كحسك برارو جهدو كدر انه ويسقاتو ان حلت عقده ثانيه قلت انت لبات بافرمي فان صلى هدوت كذو ركعتين بتكذانا ان حلت عقده قلت مي ودن بافرمي او فنينيا فاصبح الروح المسلم كوحوا بريزنيا نشيطا اسوا في فرعون طيب النفس واسع واسعه وفهميسن مقاد الشيطان يعس كده وتوبيني اسكفو تيسو ودي الله حسطو ودوي سقاطو تصر ميطو هادنا ساتو كتو وفجر كي كحردو أرورتا قهوة سيفة عن بادو عبي ورقة سيفة عن بادو قال إنا فيحن وحكسن واتشقيسن واتقنا قاقي حركي برشي قاي وكو حر الشيطان كل واد سيرقوس باتك النقط هديك علي
adoo qaarka dambe qaadi kala qaadi la waad kicaysa xanuun masaj baan u baahanahay xaqiiq isku duuga waa la kici masjidda dugmadii waa laga kacaaya wa illa hadu sa ruuxa muslimka yeeli waayo asbaxa wuxuu waa bariisan khabiitha nafsi sawi naftiisa ay xuntoon cajisan fahma daran dhukubaysan baalku ka qoyan yahay foorara kaslaana caga jiidaya cajisan wahsanay wax kasta ma qaadi karo warbageeri ageen ma dhaqaaqi karo warshayga xagga u leexi idinku qaada meelba lagaaga dhagan yahay ninba xaloo dhan karo dub ku haysta متفق عليه قافية الرأس آخره ماذا حقيب سيطنبوي شيك هذا أما قذاتك وحد هذا أنبا مركا الشيطان سائل لسك قاعد يوباني وأن الحريف كما نام كم ملايين سنة سوچروا يضدك سي لردهم يحريفك وأكسبات خبيروي خبير كما كان لكن خبارة أنبيد إله التربية بإروشيك واحدان وضد ذي قادنه صابر كان لسك قاعد عيادة ربا عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أيها الناس شيء مركو علوس يهي شريعة أكتيد كوين يهي يا أيها الذين يا أيها الناس ما ليد هذا أذوب هذا بن آدنا هان هدام كله أذوب أكفر يا أنا كوين أنا حكوشة يا هدام كله هبلو أنا كهر مري هبلو hebelo mar hadaan ku dhaaho waxaad ogtahay inaan soo wado war aan rabo inaad si fiican u dhageysato u dhugato oo dhaha kala qaado idan ya ayuha nas mar hadaan aragto waxa weeye diyaar garoob hawl culus baa la idin soo wadeen aan facayse dadow ufshu salaam wa salaanta faafiya isa salaama assalaamu calaykum baahi ummada gaadhsiya wa at'imu at'aam ar-raashin kana ummada quud soo dadka baahan waxa siiya وصلوا بالليل هبينك تكذا والناس نيام تدخل هردنا إلهي حصو وإلهي حصوصتا تدخل الجنة بسلام جنة إلهي بعد نبت قليكو قلي ساري يدوكو بدقبة وناركبت بعد نبت قلي دونتاني رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح وإن صومر حديثك بابكي بقول صدني كواد بأن قصوا مري سديد بقول أفرتني سديد بأن حديثك أصوى سيدنا ورما يستنى قصوا مري درسي بقول يلبو ما شاد بقول الله باطن الله بأنه مريد إنه محقق وإشارنا وإيهي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث مركو عبد الله بن سلام إسلامي الدين تأصوغ لي وحيابه أهري نبق وكمق لي يحدثك كم بدأ ما لن كان إسلامي ومدينة أنت النبي قلت قيل على مدين النبي أنت كأجل كتاب توراة إنجيل بيقانه النبي هو بصدق إنه النبي إلهي التلمامي ويهن حكتي سهيني إن إسلام النبي قال سيدنا الله بما لكم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام سجع بكجر غير مقصود أو أنا كأقي بدل العجع عليها تكلف أن لهي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صون متك أفضي بدن بعد رمضان صون كرمضان كذب شهر الله المحرم وبش إلهي اللي حرميه سنة إسلام كوكبل لوضو بش اللي يقان الزكو سومالي دو أي تراه دو زكو بش كوباده هجرة المسلمين إذن شعبان باو خير بضيين أحاديث باو يا كتمت شعبان وحيكو خير بضان تهي بش أي دبتش وقتمك الله أركي يهرع أتهي ورمضان محرمنا سيدة يدي أفضل بضان تهي بذاتها وأشهر الحرم كي بمركة كجرتها وأفضل الصلاة الصلاة مدة أفضل بدن بعد الفريضة صلاة مطلقة اللوجيدة صلاة مطلقة سنوينك وأفضل الصلاة صلاة مدة أفضل بدن بعد الفريضة والرواتبها رواتب هي صلاة وحي صلاة واجب كي وحي الراعة ضبطوت صلاة الليل صلاة الليل كأفضل بدن ومدة النبي وكتر ترسية أصحابي وكعنا أنت كتجدد وآديات وقديري رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل صلاة ذهبين كي صلاة الليل كا مثنى مثنى الله والله بلوت كذا حال أبين دود بن صوشة إن فرق أوكال الدحية صلاة الليل يتهاجد يوتري أدكون رقم مايو فإذا خفت الصبح صبح إنه دلعوي صلاة دكو قبطة دات كي يابت الصبح فجر كي فأوتر كجنانة ثلاث دريد سوو الدين بواحدة هل ركعت كجنانة متفق عليه وفي الرواية فإذا خشي أحدكم الصبح
متكين هذا الصبح ينود الله عكيا بأوكت الله عدو صادها وتريو رواية كلا فأوتر فأوتر بواحدة فليوتر بواحد عفوا توتر له ما صلى هل رقعتها كجنا نضو أو وترزه أوتر متحن وغدقته أما كيسيا وحوسوت كذي إذن وقت جيسي بالغوشة قاب كبالغوشة حل جيسي هي إن رقعت الضم بيسا لو ختم صلاة الليل ك جمهور أهل العلم سيدا سيقبان هل رقعت كلي جدني صلاة هاي وتر كلي جي ورقعت إلا توانك روح حنفي وحيدا أبدا صلاة الله برق على الخير متر تيده أدي لبنا بنا بورنيس وركوداسي وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال كان النبي نبي حاس صلى الله عليه وسلم يصلي كيت كذا من الليل هبين كحق سمتنا مثنا الله والله وتو كان يا ركعتين ويوتر وحكو غنان جدي صلاه دا دبن كا اي سو سوتي بركعه هل ركعت بو غنان دي جري تدبا هديت النبي وحكو وتر تدبا او يلي النبي واغو دمبه او وايلي هدي وقت وقته كو يراد تدبا كو وترن جري مرنا سغال بو كو وتريا صلاه الليل كدغاي مرنا كو يتبنا واو بدنيت 13 واو كو وترن جري مره قاركود أنت مرك لجسوا وذا محمد صلى الله عليه وسلم ووتر وذا الصعودي قيام الهمر تكذا صدق يتوان بقى قبضا كوي يتوان صدق يتوان سجال تضرب متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسول كلا يحوها يفطر كي أفره من الشهر بش حق بالأفرية حتى نظن إلى أن يصدهنه الله يصوم منه نبي شو حبك سوي مهيو بالباب بلن نبي دقن وما هم بلدن وبلتي إن وصوم وحكسوا من أيضا ما تدقن وما هاي مركة قارقود بنبي بشه بدن كذك أفرية إلى أن يسوده نشوف نبي بشهني حب كسوا من ماي حتى نظن إلى أن ملاينه الله يصوم منه أي من الشهر بشه حق إذا نبي شو حب كسوا من ماي ويصوم بلها قارقود بنبي سوم الجري حتى نظن إلى أن ملاينه الله يفطر منه شيء شو نبي حبيبك تجي ما ورد ما يستري يصوم بكل ما يستري بشه سيد رمضان كأوكله شعبان محرم بأوجب بدنا وكان الله تشاء نبي حام متكذن دونم دونم بؤها أنت راه النبي جناد عرقته من الليل حبيبك حقي سام مصليا أسوق تكنا إلى رأيت ولا كجرت نينك النبي جو أكور جلاس كدا ينو النبي محمد حبيبك تكنا يساتو إنه أركه وأركه هيا ولا نائما النبي محمد وشيف ولا حبيبك تكنا ملا أركي وأركي سا إلا رأيته يعني النبي دقن كسر دحاد بهاو عبادة لا تفريط ولا إفراط النبي يقان دحاد هذا هبينك قيب كصيح قيب كتك بله قيب كصون قيب كسكدة وعبادة أقو أذقوي نفط أنت تكاد كاتنا مير سرطان كوك شير كو عيرسه أي كم رعه بناد هو يقانه إنه يهب سمانه إسكبت دايان أو شنطة وقت كو رصانه ويقانه إن مرة لدلع سيو مرنا لهوس لورد يقو ولقينا سيدا اللقو وضو أنبيض بأود أنبيض رسوش أود هاو شاول هذا قوي ضالع النازل كأقو درن نبط وحي كله ونيو أم هرتد إيدا أم باشا كل با كدع كده إيدا يجيرت إسار مرك الصون كالحريري وحاكد بضن ما لنا الصون ما لنا أفر وحاكسير بضن لو ما المودنا أفر ما لنا الصون هاي مك الله ما الموت أفرتو حيو قديد الشلي صدح مك قديك تا باشو وي برادي بوك تعرفوا الله بحضي مرقا شيء مرقا مرنا حقا بني آدم كي يبشر كي شهوانين اللو علي مرنا حقا ملايكة اللو حاوله وحا نفطر لي بوي نبك مرقا هداد هبين كدو نبو رأسوكو چيفين انو أرقو أركي جري هدان ندو ناسوكو تكني وان أركي جري أسوكو صوم وان أركي أسوكو أفرم بات أركيس إلا رأيته رواه البخاري مركز سيدا احنا حاد كان النفطن ان لوحد قد بين حقوق دي يا اهلك يا قرابتي الهي حقي سنة ان لا هلمامين هاو شكو ضبو كلها سحابه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة نبي كوي تمر عضبو تكن شري تعني هو يدم حكاو جيدا في الليل هبينك قديس هبينك يعني بعد صلاة العشاء كوي تبارك عضو صلاة الليل أما قيام الليل أما وترة أيو تكن جري حتى كوي تمويرت هاي نبي إن بدن بسوي جري جرو سورة البقرة آل عمان نساب وبأخري جري كوي تمسي سوكي نساء يعني قيام كنا بقول دارين إياه سجود دارين إياه يسجد النبي حل سجود جري السجدة
هل سجود من ذلك كي تبنك رعوض كمدة قدر ما يقرأ أحدكم عفوا أحدكم 50 آية هل سجود من نبغ سجود سنانية ووجه روحك هينية قدر ما يقرأ انتو كأخر يوم تكين 50 آية كنتن آيادات قبل أن يرفع رأسه انتو سوتوسين وسجود يكنتن آيادات ترتيب أدخر دان سورة دموه أيو نبغ سجود سنانية السجود والبواسطة ويركع ركعتين لو ركع عضنا وتكنجري قبل صلاة الفجر صلاة الفجر هرتين ركعتين بتكنجري ثم يضجع حوشي بسنجري على شقه الأيمن دنكا ميديك حتى يأتيه المنادي للصلاة إلى ويمادو لنكم أمد صلاة عويرة يقول باقي مؤدن كأهرواه البخاري إذن كوي تمرق عضوت أو وتر وضع صعوته يلا بكدن بيسا هدي تي فجر كاللو حساب مركو حين نقطي صدح يا تمساس يسكن نقدين مرك قاركون ركعتين وتر كدم بيو النبي مرك وصلاة النهار كوك بالله بجرنا ويجرتا وعنها عائشة وحاك السكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلاة يسوى اسكو قياس نيت هذا يقول سجود ديسا يركع ديسا يعتدال كالدحيئة مكر ركع الله قصوة توسولين عن سجود الأذن وحيكو بيقنا يكو قياس نايين قيام قيام كيسية قرآن أخرس كنتو تاقين ولذلك فقاد اسكو خلافين ان سجود الله بضيه وقراءة الله يريه ركعتين بطستو سجود بطستو هي ان القيام كي يستاق قبل سوق قران اخرس قبل كيبا فضي بدن وانه قاعد ان حديث كوسا سمك انه ان شاء الله تعالى في رنه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام دقن كساب قاتينو سجود اد بي ديرين جيرين عبد الله بن الزبير مركو ابينك ساتولي توكنوي اما صلاه برقن اسو وبرقن توكنوي مركه قاركود وسجود جيري الى قوليد حرم كاي مودو وحن دغخيو اسكا استاغتو كو دبتو سجود انتو كداهو يقول لي وحي قادنا اذا حرم قد ودوش سمي دار ويس كي دغ دغخ بي مودي ميش كم كوميس فديا مرقو دمبي سو كاي كلايا يو دي شو بخو دغخ ما هي ساسو اها مرقو تاغن ياهي احد بن ادم الله خشوعه ما ركبر سعيد بن جبير مكو دراج بركا لاي دغخ انو ياهي قط بعد مودي جيت دغب او سا لو قطن شي تساوي استغوا مدح فوريو محل سويد كفيريو يا لو حركات على كو اركين الى مودو وحشو واتير لقطه شي بن ادم ما باش اسك قدام دغا يزان مر حق فيرنا يزان مر حقنا يزان مر قميص صح يزان إيه مر كوفيد الله صحي مر عماده في قد لا توسن إيه مر ساعده صار لو هي بلين صلاه حدو صالح محاكم مقن قول يا عمرك ساعده غلان شيطان بادي بحرغودا ساسا ما تلقوا هينيا شقضا شق الحموي اسكنوا في الصلاه نوحور الصلاه قديه تكو حسلا نك دقدقه حيس او قبا مركو راسو دميس جب علم حور نكي فوضح حيس او قبا حمر هوي ديو نك دقدقه حيس او قبا اي هولهاس مركو راسو دميستو ادون قدام دغه دبنينن اون تكركو هينن صلاه امو الى هور استاغ هوشا دميسو وعنها ويدن عائشة وحلق وريا قالت إن يتري ما كان رسول الله رسول كله ما هان يزيد ككردية كبضي في رمضان رمضان قده ولا في غيره يبل عن رمضان هين مت ككردية كبضي ما هين صلاة الليل كيسة قيام الليل كيسة على 11 ركعة كيو 8 ركعات سيو تكنجر هو يصلي 4 بو تكنجر وضا صعوتا فلا تسأل هاي ويدين عن حسنهن وانا قوذي وقروح ذو دستون نبي قروح أفا ترك عدود وطولهن يدرك هذا بمعنى هو يوحي كل هذا هاي أفا رك عدود انت اللي يجين درك يا قرآن كن نبي قلل لي يو اعتدال كود يا قروح الله يا بطوتو كان يا نبي ثم يصلي 4 كلود تكنجر فلا تسأل عنا ويدين عن حسنهن قرحن توضي وانا قوضي قرح توضي وطول دار كذا حق القرآن كي قيام يقرأ هذا ثم يصلي 3 كد من صدح بتكنجر ما يقوي شديد صدح اللوجي كوي الطبنوي فقلت وحاني يا رسول الله رسولك إله يو ما المال هبينا كم يدو نبي كنتو صاد دير تكذيب أصغن وترين بوسيح هذي هدو بروي مكو صور وادواب وإنو وتريو
أتراهم نبي لم يأثيحن قبل أن توترين تطنقترين كهر ميأثيحن. فقال النبي حليا عائشة عائشوي إن عيني تناماني عفو إن عيني لو إن دوت با تناماني سيحدا لو إن دوت ما كسيحدا ولا ينام قلبي قلبي قوم سيحدا قلبي قوم سيحدا ويسيقا جابي ميسو وكدرول لهاي لكن وحي إن دو أي أركي ترين أنا أركبا لغايا با وقرحوا أنا الدريمين يصوب بعض وحي حواس تكسا بسين لها إذن كان كلام بدأي أما قلبي حيبان كان خسيسة من خسائسهم يا مسوى خسيسة الأنبياء أنبياء الأنباء وذاك هوش أيضا سيدا راجحة متفق عليه مركة قاركوذ مركة صدح بأن نقن شرينو صدح طوام بأن نقن شرينو إنتا لقارين بركعتين كفجر كيو النبي قمرك قيام ويستاق وإنو قارد دوناي ركعتين يكب الله بجري فالبحث مقدمه سوي سيسو كدبنا ركعتين فرفر بالله إيه فضفضوط وقرآن كوب النبي وكو آخرية ولغة بحثي والله سبرا بحث أيو سمين شري نبي عسل عسل وارتي ما دمك قدر الذين كان حيوه شابه لغا صور منه فوتبا لغا صور منه هو شام حلو سوها يا حسابي عسلا حسابي عسلا رمي قوة يقن منوني حيوه بمبا لغا صور مريا نيف وذا ده الله قلي انت ألابت علوس لكيرين صلاة دمبرك وحال روائين اي كالا دمبيسوي ترتيب سنتا أول كذي آخر كذا صلاة النبي محمد يرى أقابنا حاول ديرا نحن يدعو على الجليس بلو ترتيب النبي كوب بالله بيا مركز دبر وهورين يا نحنا ويكلا بحيسا بناء آدم حتى مركو الله يساس على الربا مقدمة كوبا هذا نحن كتير الدلوعي سبالاران تهي أو فتسن أو فافاسن أو لفهمي كارو أو ملو البطابان إيه جبا جبا لقنا نهارك الله أروريا وحنا تكوى غيزان يا أصدقو أن بركة الله إنسك تشوشي باش هو إنساك باللابط متفق عليه وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل وإذا محيط النبي محمد هبين كهران تسوسي حنشري ويقوم آخره نسك دمر وسوك عشري فيصلي واتوكنج متفق عليه هبين ننك سوشي ذي قيبت الدنباك سوشي ذو هبين ننك سوشي ذي قيبت الدنباك سوشي ذو نسكور له سوجي دو ولو حنون صدا انت لا غاني عباديه خير حنونا لا قادا ولو عمر دغدغا غير كان عدان بعد عداني غير كان غدن بعد غدني كلر كادا تغي دهه وجيغا كا تغي دحانكا كا دماني اودي لخدن جيرد اموقن ادو لباتن جيره وجيغا كو شوبيزني اندها حمل ييلاني ادو دنبا اسبدليا وخطر ولا خاطرته وكدغا اسكدا وخا قاله هبين هدا سوجي ديزان نسك دنبا كسوجيدا شديت ساعه كع سغال ساعه كع تضبدا كع لكن فيدك الله سيحدو عشاء مركا توكتان سيحدا نينك الهي لا تشان هي فيل الاخر حريسان هي نسك دنبا حريستو اوديغي ماتير محمد ماليزيا يواده الصومالي دي ماليزيا شو قطعني بيجي شكي واده 19 كل مرة انتقي وسياسي قدون كوجود دعوين هذا سقاشن يوم يقوم مريا سديد مسوت ضب أرمي قوي هذا إزلاع هاي سقاشن تضب الصومالي ده قدو تعلي هاي وأقول ذلك الحكومة يبي يشرق قبته وسقوي يري تلوين كسي وحكم ذا 9 PM wax ka dambeeya suujada Soomaaliye qoys waalan baatiin caawadan un hallaaya maqaxiyaha fadhiya 9 PM hadii la gaaro saaxda aad boogala hallay ragii maalinka fadhiin kamada iga waramay nabigu wakaay kana yanaama awwal al-layl wa yaqumu akhira sida yeela hatta hadii khayr ku soo jeedaynin caafimaadkiina u tura لم بريها إلا سيريا إلا دورها ياي لحقات كوب حنا سنة سيريا زاري مرة بطانية سيريا زان ها نسكة دم بسوتي هذا نسكة ورنا سيح هذا متفق عليه وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي الليلة هبين بان نبي قلت كذي نبي قال دقور يسو اسكف الراء مسعود كان واكود دقانا صحابة قاركو مكة النبي محمد والباب كسفرنا يتوكني قرأي سأي مغلان تايس قلان بيلا توكن جرين قرقي محاوس وقشان يو واسد وصعون باي من مجرته هوليه اني وحا مصعوري صليت مع النبي الليلة تهبين مع النبي قلت كذي فلم يزل موسى النبي كزور قائمة انو تاقية
salaadii baan nabigu ku xidhay salaatulay asagoo tuganay nabigu istaagiba ka dhaqaaqay way saan buu u taageen subbanu hatta hamamta ila an doonoon damaciib wa rabbi amrin saw'in aw bi amrin suu'in wahun ila an ku fikiray waxaan wanaagsanay oo aniga igu wanaagsan nabiga aan ku wanaagsan ila an ku fikiray yu nabigu taagnaa buu quraanka wade qila waxa la yiri ma hamamta aba abdurrahmaan oo maxaad ku hamiday oo maxaad damacday qala wuxuu ra hamamtu waxaan doonay أن أجلس إن صلاة النبي أنت أنك جوزت أن أن رعتين كانوا لما يستر تأن إسكتكو نبي قال ما بدك قاعد هاي هم أنتوا عندنا أن أجلس إن فريست وأدعى النبي قال تاجنا إسكتكو راعي نحن بوري ما قبض نبي محمد يو عبد الله نبي قال وين ودلي كرا وكل دواني النبي قال دلوني كان سكع دوس دلي كريم بقى وويل النبي قال حلق هاي ده عبد الله هنا وويل يرو قيرة وسود دنجرة أما الله بعدين وسود دنجرة نبي يقول حملي وحملي وهاي مرقوا يقولوا حاضر معي عن كيا أبي نبي الله إنه سيوت نانده إن ركعتين كانوا بس كذا ما يسوي كذا قاف متفق عليه يعني نبي يقول سداس وجود دالي تروي قيام الليل هي صلاة ده عبد الله تاسع قبس عبد الله المسعود وياه دالو دالي حذيفة محاقب سدوات وعن حذيفة رضي الله تعالى عن حذيفة بن يمان سقي أبيه ولا بس حابيه قال وحول السحابي وصليت مع النبي ذات الليلة هبين هبينها كمدا صلاة الليل النبي قصو حدا فافتتح البقرة سورة البقرة والنبي قفر فرطوب باللابي أي بعد الفاتحة سورة الفاتحة إنا لقيت يكرين صلاة الناع يمد فرضا انتم النبي قاعد سحابي قد وحوصوا وقاب صدي اتكالا على فهم السامع يعني إنك مسلم كوقرنا يا صلاة إني فاتحة أيه أهرينيس القرآن كلا ديراب ربع سحب نقوشه بقر النبي قدام مي يوب بالله فقلت محارب يركع عند الماء وحافظ حذيفة محارب النبي مك بقول آيات آخرية يركع دون ركعة كوبات ساس كذا دعيب مركم ورد زاد كي ثم مضى النبي وابا سعيد بقول آيات دود وترتيب مركم مرة يتقوى سعد النبي من ركوع فقلت محارب يصلي بها في ركعة فمضى حديثه أن صور من صور دير سيدا كفى فاسم أن صور مرن مركو روى يهدي مركو روى اسكدا دعي النبي ركعت بقول بكل ركوع دونا فقلت محال يصلي بها في ركعة فمضى بقول كآيادود أي الله رعضو قيبين دونا أما هوش الدنبو حكا دقي دونا ركعت بان سيدبور فمضى النبي واسع فقلت محال يركع بها بقر وكل ركوع محال سيب بقر وكل ركوع دونا بل هذا بقول كداف وكتك النبي مركو بقرة لما يكون ركوع دونا ثم افتتح النساء بقروا دمينا بقنانا ذي هدنا النساء باللابي ترتيب بقري اللي سكو حجي سورة النساء وترتيب مصحف كي أبي بن كعب يعبد الله المسعود وي ترتيب هذا قرآن كي سكو حجي سورة البقرة آل عمران وبندق أدن بي جبري النبي قرآن كي أبندق ترتيب كي عثماني هاوي ويكليين ترتيب كي قرآن كي ترتيب سنة وحوها سورة البقرة وحكو حجي سورة النساء تيوي ساس النبي قل بالله سورة النساء فقرأها إنه وعد ميو النساء ثم افتتح آل عمران آل عمران مرنا وهذا نبي الله بي فقرأها وعد ميو أينا يقرأ بقرئي النساء عمران نبي وحو آخرين هيا مترسلة سوى ترتيب سنة كاتسن هيا مدك دقا هيا صلاة دقابية وامر كانوا أنو جماعة مسلمين فرض تجين هيا أنا ورد يوسف هذا يوسف طبعا حراته ما لقاهم باقي لي مدك عبد الله يقول يربى تاي ويل كباب تاجر محاكوا هلاي تاجنو قرآن كان سبع ورد جيس يقرأ النبي في آخرنا يسأل القرآن قامك وآخرنا بقرية العمان النساء مترسلا سوى ترتيب سنية ترسلكو وإن قرآن حروف تسنى لكلا سرسارو مخارجتنا الله إلاليو حروفتنا الله إسفنجلنين حقنا الله سيو انت وحادر اذا مر بايه فيها تسبيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم ايات سبحان الله اي كجرت اله لو نزهايو عيب لغه فهايو صبح سبحان الله النبي ورني واذا مر بسؤال مال اضمه الى وحكو ويديسن هيان هذا سومره اما ربي وحي ويديست اوليه اما سؤال شي بريد ربي لو امانينا سال اله ببريايا النبي قران ما ودو حسابك لو كجرا إمام قاد أمرك وقرأت بالله هذا وسكب بالله دعائي إيوه سبحان الله إيوه حديث وإنك أن صلاة وكل عيار هيا ورك الصومالي قد قرن إيسا نبي وترتيب وجد القرآن كم وإذا مر بتعود
وإله لقمة قال مركو النبي صوم القرآن شيء جينا تعود إله بكم قنجلي نار هذيل لش إله ويقبض بادي بلايا هذي الله الله ويقرب مري أيورني ثم الركعة مركز الركوع ركوع الكوباد وياد بقرة دمات آل عمران بقرة دمات نساء دمات دعدي يوحي لقليك ربنا بقلي ما غزع يا مرق أجر تاي والله بس ساعية برضوي واستاقه ومرق أجر تاي يدينك عادي قا بقرة كنت دقيقة الواخر يا دان لقول عيارين يا ها هل ساعي برضو لمن كي نعرف قبلنا يا ملا ولي ميستا كنت إسلامك قمنا ساعات يا برد ساعات يا برد ها ساعات يا برد نمنك قمنا كو آل عمران نسانة أول صدر بقرة مخير مسكو بدني ويلي أجهين هذا إنسان كبدني ساعة يبرك القدر ما غزعوا هل ساعة الدعاء يا سبحان الله يتعود أنا قدر أفر ساعة نين فيو وحق قلبي كيف يوم بتكون كرا ما أنين فيرا هذا هو جيم إمتى صور عيرك ما هلا يعني بحب كم يجي لكم مرقاه كوسو حما قبرية وحين رمت تجنان كرا حتى عشاء رفع يكون رفع هيا قلبي قوي هل كنا لقيت تجنان ده سعابي وحوري فجعل يقول مركو النبي الركوعي قرآن كو حقدر دون سبحان الله الركوع للسجود ثم قال النبي وحوري فجعل يقول ركوعي فجعل يقول وحوري النبي قدق لهم وليا سبحان ربي العظيم دعاء سكوع ليا وحان نزهان وعيب كوفا ربك يقوينا فكان الركوعه ركوع النبي محل وحين نقطتين نحو وحكله من قيامه انت بقريه آل عمران نزو النبي ودميني صدح ساعي برتو تاغنا وحكو دواتنا ركوع سنا ادو ارورتا سي دبرك كيميس يا لو صعميا نهرا خير ان فانتن مره ثم قال نبي وحور سمع الله لمن حمده الهي واقبل امر ربي هم مقلو واجب لمن حمده عهدكم هديه ربنا لك الحمد اللهم هديك واهاتي ثم قام طويلا اعتدالك وحو تاغنا واذكرت دعوينك او ودي وحكو دو مما ركع ركوع دي سوكلي ركوعي وحكو دبو تاغنا ثم سجد وسجود فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه سجود دي سنه وحي كو دويت قريبا من قيام اي من اعتداله ما قرادي اعتدالك وي قيام كان تنبل لو شيغاي اعتدالك وحكو كو دبو نبي سجود سنه رواه مسلم سدا النبي صلى الله عليه وسلم واغاسم جري هدينا محمد ودنبغي سوركي هرب لا دافاي او خلب الله او بلن قادي با سدا ييليا idinka warkiinu u qulban yahay maxaad moodaan habeenka laga faa'iideeyo cimri waa iska qaliil wax yar oo saacada la nool yahay marka kaydka rabbiga waxa la dhigto wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu ma qaal suula rasuulullah rasuulki ilahi baa la weydiyay ayu salaati afdalu nabi allah salaati baa u fadli badan baa nabiga la yiri salaat salaatul layl baa loo jeedaa ya salaatu sunnah qaal wa nabi tuulul qunuti tuulul qunut استاق دير يا قران دير الاخر يا افضل بدن رواه مسلم المراد بالقنوت هنا والقيام قنوتك وحا لغا ودا استاق لغا ودا قنوتك معاني بدن بو نودا طاع ونقدا امسك ولا امسون نقدا شبل يدهدو قران كي دينك لا دغيستو قراءه اي استاق يدو نقدا معاني بدن بو نقدا لكن القنوت هنا وحا لغا جيدا استاق لغا جيدا صدرت حديث محدد شده شافعيه يعلمها كراعده يلي او رق اد فر بدن صلاة الليل هي صلاة سنة أو حاو خير بدن إن قراءة القرآن كبديسه أنت الركوع والسجود بدن لها يدود بقول رك تكن لهي كو تمر رك عوض القرآن كآت كل رئيس تكو أنت رد الركوع والسجود الله بديه وحكفي عن بين حديث كذا دليل النبي قال ودي جوابت النبي قال ما الورد فما لها قراءة أسرع سمي وتاجنا أفر ساعة وضح كبدن تاجنا النبي قصو القرآن أخرني marka wada halkaasay mareen nimu waxay leeyeen sujuudu la badiya ka fadhi badan maxay yeelay nabiga ayuu noo sheegay adoonku alla wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay ee sujuuda gudaha ku ducaysta ilaahay inuu ka aqbala badan ko sahabiga wuxuu ku yiri nabi allah inaan kula rafiqan raba aakhira jannada fa'inni he bi kathrati sujuud
سجود الصوب دي كعب بن ربيعة الأسلم وكيري صحابك الوكيري إذن وحيدين سجود فضل بنا وما هي أما سجود الديره أما سجود بدن لئمه بقول رك عضد ما قال سجود بجلس لا بقول سجود كن رك عضد محقلي لا بكون سجود بجلس هاي السجود والله به سجود هلا بدي هذا الدليل إنه الوجود اللي يشده ويحوك بدن طاي شو أصلاً متى يحول وركي نحبك متجران يلا ها ويسميه الله بابا ضبا واسكم مت ومعاجرة قيامكم حكوف الذبلين هي وحق لي القرآن كأ سجودا وحكوف الذبلين طاي قاب كذا ومحقوق ذا إمام وحنقوق ذا أضنكو أضن وحوم وشيء مركو وجهي سشرت الله كقول لكه وإلهي أبو رأيه هي أذا يقابه ما كله فيري سجود وحوله متجره ذكر يا مكلا فيريو نينك تاغان ربي هور تاغان اي قران كدلدلاي اي الهي بريا وحق قيم بدن ما جرو اذا وحولي ويسمين كلا دورته يدنكو انا وحان ليهي استاغا فد بدن ما هيلي نبي قال دقنكيسا او بدنا صلاه الليل قال النبي ولي ما توكنن سجود ان لا بده حدود دي اي فل بدن النبي قال بدن لها بقول ركعات لو بقول ركعات او افر بقول سجود مقتو جلين لما يا دور جس تمن جس ونبي وجلين شري هل هبين بو حكوتك من سوره البقره الى عرف سوره البقره الى انفال بتجنب وما جس طبن وياد او سيدي زاد طبن كان محمد والله با تنجس وي هل ابتنا الله دلان دلنا يما طبن كجزء النبي محمد ايه والله با تنجس بو دغ ما وكينا ما كان ولي بقمنتي مركا ودادو دوداي دودين وحان كو كلا بخينينا سدو نبيغو دورتي با افضل الصلوات طول القيام طول القراءه والله سبحانه وتعالى اعلم.